طب خلينا نشوف فيديو ليك كده واناقشك فيه. اوكي بس بدي قهوة لو سمحت. محوج ولا سادة؟ ايش يعني محوج؟ محوج اللي فيه حبهان وقرون فيل. ايش يعني حبهان؟ حبهان الهيل صح كده. انت عايز بقى السكر تمام يبقى فيه ريحة دي ربع معلقة، والمانو معلقة ونص، والسكيتو من غير سكر، والسرياوسي 3.5. خلاص عمل لنا واحدة محوج. شوفوا هذه القهوة. تخيل اني استخدم نفس هذه العبارات واسوقها في السعودية، فهل تتوقع ان العملاء راح يفهموها؟ حيا لكل المصريين. علشان هيك دائما احنا بنقول التسويق ثقافة. بس بدي قهوة. تمام. كنت بتسوق ايه هنا بقى؟ هنا بظهر انه الثقافة في التسويق مختلفة، يعني هو لما قال لي قهوة محوج. ايوه محوج. لو انا استخدمت نفس هذه العبارة واستخدمتها في السعودية، هل راح يفهموا هذه العبارة؟ كانت هذه الفكرة، إنه استخدام المصطلحات في صناعة المحتوى وفي التسويق بتفرق. عشان أنت بتخاطب مين؟ يعني لما بخاطب مصري غير لما خاطب جزائري غير لما خاطب خليجي وهكذا. صحيح. فكانت هذه الفكرة الرئيسية فيها، إنه إذا أنت حاب تخاطب جمهور معين فخاطبه. أنا في يعني جملة بالذات من هذا الفيديو كنت بتكلم عن يعني قبلها يمكن فترة، انه انت اللي بتقدر تحدد اسعار عميلك او بتقدر تحدد سوري اسعارك. هل انت بتبحث عن العميل اللي يتناسب مع اسعارك او بتبحث عن الاسعار اللي تتناسب مع عميلك؟ هنا السؤال تفرق جدا. أيوه. فاذا انت كنت حاب انك تبحث عن العميل اللي يتناسب مع اسعارك، على سبيل المثال انا حابب استهدف دول الخليج، شركتي في مصر وحابب استهدف دول الخليج. أيوه. فمعناها انه اسعاري حتكون منافسه لدول الخليج. فهنا انا بديت اعرف انه هذا سعري وحابب احدد اني انا بستهدف دول الخليج، والعكس إذا أنا حاب أستهدف السوق المصري فطبيعي جدا ما راح أحدد أسعاري زي أسعار الخليج، راح تكون مختلفة في السوق المصري. فهذا الشيء اللي أنت بتحدده في بداية الخطة، أنك أنت فعليا محدد الهدف وعارف في خطتين أنا حابب أوصل لهذا الهدف من خلال محتوى وبشكل تسلسلي، مش مرة واحدة، لا خطوة بخطوة حيوصل بإذن الله. طيب مع السوق المصري وأنت نصفك مصري ونصفك فلسطيني وعايش في السعودية، يعني ثلاث حسان ثلاث دول حبيبة، ايه اللي في السوق المصري ممكن لو انا عايز حد يساعدني يمدي ايده يقولي ما تفكر في الاتجاه ده مصر محتاجاه قوي، وما تفكر في الاتجاه ده مصر محتاجاه قوي؟ تمام. شوف المجالات اللي في السوق المصري، عندك صناع محتوى بشكل كتير كبير في مصر، ولو سألتهم كلهم اغلبهم بلا هدف، انه عايز متابعين، كلمة متابعين. أي. فكرة الثقافة انه انا بدي اطلع لايف على التيك توك، علشان للأسف هي ماركتينج للتطبيق هذا، صناع المحتوى نشروا، فالناس تعتقد انه سهل، يلا حفتح الثاني حصل $1,000 انا بدي اصير زيه $1,000. الكلام هذا لازم اول شيء تعرف انه انت مشروع تبدا فيه حتى برأس مال كتير بسيط، الهاند ميد صار شغال في مصر كتير كويس. أيوة. أفكار كتير مختلفة أصبحت موجودة، فأنت إيش الشيء اللي قادر عليه؟ ما تدخل بشيء أنت مش فاهمه، أنت عشان تفهم هتتعلم وهتعلم من أخطائك، وعشان تتعلم من أخطائك هتاخد وقت، وإحنا معناش وقت الآن. أنت حال الحين ده تنجز، فأنت تشوف الشيء اللي حتى لو في البداية أخذت كورسات فيه ودربت نفسك فيه وهيئت نفسك فيه. بيع المنتجات الرقمية أصبح وارد بشكل كتير كبير، في شباب مصريين موجودين في مواقع أجنبية بياخدوا زيه زي الأجنبي. ليه؟ هو عارف إيش اللي بده إياه، وعارف إنه الإكسبرينس هذه قادر يبيعها من خلال هذه المواقع. فأول شيء أنت ممكن تبدأ على حاجتين، إما أبدأ عمل حر، العمل حر يكون أنا عندي سكيلز مهارة، على سبيل المثال ممكن أكون ديزاينر، فأنا أروح أسجل في هذه المواقع وبيع خدمتي الديزاين $5 $10، بعدين حيصير ب30 وب40 وب50. فهذه واحدة مثلا من الطرق. في الطرق الثانية يعني أبدأ بالتجارة، أبدأ مثلا في منتجات معينة، استشارات، تدريب، وفي مدربين مصريين كتير موجودين في دول الخليج ونعرفه كلهم عن طريق السوشيال ميديا. لو ما كان في سوشيال ميديا حتى لو كان إيش ما بيبيع ما كان حينعرف. فهذه الفكرة، فأنت لازم نحدد إما بيع أو أني أستثمر بمهارة موجودة عندي. وأنا بلوم أي مصور أو مصمم أو شخص بيكتب أو عنده حتى حس في الكتابة ما طور نفسه وما دخل في هذا المجال، لأنه هذا وقته بصراحة. إذا ما استثمر فيه فعنده مشكلة، لازم يبدأ يراجع حساباته ويعرف وين مشكلته بالضبط عشان يبدأ في هذه الرحلة.